ولكن الشيء اللي لفت انتباهي فيك يا أخت بولين وممكن تعلقي، إنه رغم إنه زوجك مات شهيد على يد المتطرفين، وهذا طبعا مؤلم جدا، مؤلم جدا جدا، وانت كنت ما زلت شابة صغيرة، لكن اللي أنا لمسته فيك اللي هو روح الغفران والمسامحة حتى للأشخاص اللي سببوا هذه الكارثة أو المأساة في حياتك، قتل زوجك، ولكن بتكني روح الغفران. كيف ممكن الإنسان يوصل لهي الحالة؟ شاركينا أخت بولين. يعني الغفران مش إشي سهل، خاصة لما يكون إشي كتير صعب زي إنه شخص يجي يقتل عز الناس على قلبك وإنه يتركنا بمسؤولية كبيرة. يعني فداك الوقت كان أولادي كتير أطفال، يعني وحتى أنا كنت حامل ببنتي، وما كان علي سهل إني أنا أغفر. بالبداية أنا رفضت الغفران، لأن حتى كنت أي حد يقول لي أنت بنت الرب ولازم تغفري كنت أرفض وأحس إنه هذا الشخص مش عم بشعر فيها. لكن صليت، الصلاة هي كانت السبب الأساسي. كنت دايما أصلي وأقول له يا رب أنا مش قادر أغفر، أنا بعرف إن أنا بنتك فأنا لازم أغفر بس أنا مش قادرة، أعطيني يوم ما أغفر لهدول الأشخاص إنه لما يجي ابني يبكي ويذكر أبوه ما أتذكرش اللي قتل رامي. وهي بصراحة قعدت معي لمراحل مش من أول مرة، لكن الغفران قرار، فأنا أخذت هذا القرار وبديت أصلي وحطيته بين إيدين الرب. في البداية الرب صار يعطيني أشياء مختلفة، يعني صار يفتح عيني على أمور أنا ما كنتش شايفاها. يعني بطلت الموضوع قصة إنه رامي قتل، صرت أشعر إنه اللي قتل رامي هو الرب استخدمه كوسيلة على أساس رامي يروح فيه على السماء. هذا الإشي كان يعطيني شوية هدوء. بعدين الكتاب المقدس الرب لما حكى إنه للموت له وقت والحياة له وقت، إنه هذا الوقت المحدد اللي الرب بده ياخد رامي فيه، خلاني أصير أشوف إنه هدول اللي قتلوا رامي ما هم إلا وسيلة عشان يروح فيه على السماء، وبديت أشعر إن أنا بدي أغفر. لكن بعد 5 سنين لفي مؤتمر وكنا إحنا نصلي وصلينا كانت عن طريق الغفران، وصليت عن طريق إن أنا بدي أطلق الشخص اللي قتل رامي. وفعلا أنا صليت بكل إيمان، قلت يا رب خلص أنا بدي أغفر، وحطيت هذا الموضوع بإيدين الرب لشعرت بالغفران الحقيقي. يعني أنا شعرت بعد 5 سنين لقدرت أغفر، ما كان غفران سريع وأخذ كثير مراحل في حياتي، بس كان كله مدعوم بالصلاة. أخت بولين، إحنا في الشرق الأوسط بنحتفل في عيد الأم، إيش رسالتك اللي عاوزة توصليها للأمهات؟ يعني الأمهات بشكل عام ولا للأرامل؟ ممكن الجهتين، الأمهات والأرامل. يعني أول إشي بقولهم كل عام أنتوا بخير، بقولهم إنه إحنا طول ما إحنا بعاد عن كلمة الرب إحنا ما منقدر نمشي في حياتنا. يعني أنا واحدة من الناس لما كنت أصلي وأولادي أطفال وأنا كنت لحالي كنت دايما أقول له يا رب أنا بدي أولادي يكونوا خدام لإلك، يا رب أنا وحيدة وإنت اللي وعدت في الكتاب إنك إنت أبو الأيتام وهدول أولادك، يا رب إنت اللي ربيهم عني. وكنت دايما احط اولادي بين ايدين الرب دايما. فالصلاه اللي احنا الام اللي بتصليها لاولادها هي عباره عن كنز الرب عم بجمعه. فلما طلعوا اولادي وكبروا وقديش الناس بيحكوا عنهم وقديش بيحكوا عن التربايه تبعتهم، بقول لهم هذه تربايه يسوع. فاللي انا بس بحكي لهم اياه انه الرب يعطينا حكمه سماويه كيف احنا نتصرف مع اولادنا، كيف إحنا نقدر ندبر أمور حياتنا، كيف دايماً إحنا نتطلع على الرب يسوع في السماء، دايماً ما نتطلع على الصعوبات، لازم نصلي نقول يا رب احملني فوق هاي الصعوبات اللي إحنا بنمر فيها. الأم رسالة كتير صعبة، فيها تحديات كتيرة، خاصة لما تكون الأم لحالها، وحتى لو كانت الأم مع زوجها كمان أمرار المسؤولية الكبيرة دايماً بتقع على عاتق الأم. فبصلي إنه لكل السيدات إنه الرب يعطيهم حكمة سماوية كيف يتعاملوا مع أولادهم وكيف يربوهم على كلمة الله
من خلال الكلمة. أخت بولين ربنا يباركك وشكرا كثير لك على المداخلة، ربنا يحميك وربنا يسدد كل تسلم. احتياجاتك وربنا يستخدمك، وكل عام وانت بألف خير.